السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ سنة خامسة ابتدائي، اليوم جبت لكم اختبار في مادة اللغة الفرنسية لسنة خامسة ابتدائي. هيا نبدأ مع بعض. عندنا لو تكست هو النص، لو اريسون هو القنفذ. القنفذ كاع نعرفوه. لو اريسون اي سان بوتي ماميفير دو 26 à 28 سنتيمتر دو لونغ. سا كو ميزور 2.5 سنتيمتر. لا فيميل اي ليجيرمون بلو بوتيت. Elle se nourrit d'insectes et d'escargots. Elle s'attaque aussi aux grenouilles et aux rats. Son corps est recouvert de piquants de 1.8 cm environ. Pendant la journée, il s'enroule sur lui-même et se cache sous les feuilles mortes. Il ne sort que la nuit ou lorsqu'il pleut pour chasser les escargots et les insectes. Nous allons nous faire un abat à nos attentes pour chaque école. Le RSO, qui m'a raconté comme moi, elle confond. Le RSO est un petit mammifère de 26 à 28 cm de long. Alors, le RSO, c'est un petit mammifère de 26 à 28 cm de long. Il est un petit mammifère de 26 à 28 cm. Sa queue mesure 2,5 cm. La queue est un petit mammifère de 26 à 28 cm. يعني يقياسه ولا الطول تاعه هو 2.5 سنتيمتر. لا فيميل اي ليجيرمون بلو بوتيت، هي يعني قليل. هذه لا فيميل وهي الانثى تاعه يعني صغير عليه قليل، يعني ماشي بزاف. نروحو قالونا ايل سو نوري دانسكت اي ديسكارغو، هو يعني ياكل ولا يتغدى بلي زانسكت بهم الحشرات، ولي ديسكارغو هما الحلزونات. Il s'attaque aussi aux grenouilles et aux rats. يعني هاجم حتى اللي غرونو هما الضفادع، واللي غا هما الجرذان او الفئران. Son corps est recouvert de piquants de 1,8 cm environ. يعني الكور تاعو مغطى بالاشواك دو، يعني هذوك تاع الاشواك وعندهم 1.8 سنتيمتر، حوالي 1.8 سنتيمتر. بوندو لا جورني، يعني طوال النهار. اي سون رو سو ميم، يلتف حول نفسه. اي سو كاش سو لي فوي، من بعد يتخبى يعني تحت الاوراق مورت، الاوراق المتساقطه. اي نو سور كو لا نوي او لورسكيل بلو، يعني ما يخرج حتى في الليل. حتى في الليل باش يخرج، ولا كي تكون يعني طومبير بور شاسي لي زانسكت، باش يصيد لي زانسكت لي زيسكارغو، يعني الحلزونات ولي زانسكت الحشرات. هيا نروحو للكيستيون تاعنا. كومبريهنسيون دو ليكري، يعني يعني نجيبوهم حتى النص. نروحو لا بروميير كيستيون، ريكوبي لا بون ريبونس، يعني نقول الاجابه الصحيحه. سو تكست اي ان ناراتيف دوكيومونتير او بيان اون بون ديسيني. ناراتيف نسردي. نروحو نشوفو حنا التكست تاعنا وشنو هو. حنا طونك ما نعرفو التكست تاعنا وشنو هو، على حسب ما نشوفو بلي عطاولنا على القنفذ وعلى وش حال الطول تاعو ويعني وش ياكل منا، يبقى حنا في اللغة العربية هو نص وثائقي. نروحو نشوفو دوكيمونتير. دوكيمونتير معناتها وثائقي. نروحو نسطرو على دوكيمونتير. نروحو لا دوزيام كيستيون. قالك ريبون باغ فغي او فو، اجب بصحيح او خطأ. Le hérisson est plus grand que sa femelle. Le hérisson, يعني القنفذ كبير، يعني كبير يعني كبير على الانثى تاعو. نروحو نشوفو ولا صح ولا خطا. واش قالوا لنا؟ Sa queue mesure 2,5 سنتيمتر. La femelle est légèrement plus petite. قالوا لنا هي صغيرة عليه، هو يعني كبير عليها. اي بان سي جوست، سي فري. نروحو نكتبو فري. نروحو لا دوزيام. Le corps du hérisson est couvert de fourrure. يعني جسم هذا القنفذ مغطى فورور، معناتها الفرو فورور. حنا نشوفو بما مغطى هنايا ولا صحيح ولا خطأ. Son corps est recouvert de piquants. الأشواك. اي بان سي فو. نروحو نكتبو فو. روحو لا تخوازيام. قالك دون ان مو دو لا ميم فامي كو ليجيرمون. ليجيرمون معناتها قليلا. ليجيرمون قالوا لنا هنايا دون ان مو دو لا ميم فامي كو. هنا غلط كتبت، قولي معك قول خطا كتبت يجيبو. دون ان مو دو لا ميم فامي كو ليجيرمون. ليجيرمون كيما قلنا قليلا قليلا. حنا نشوفو لو مو دو لا ميم فامي، قريتو لي مو دو لا ميم فامي، هما لي عندهم لو ميم راديكال. نتوما واش ديرو؟ حاجة سهلة، نحو برك سبخي. عطا هنا كاين سيفيكس، نحوه، هذا هو الراديكال. ليجيغ، تروحو تكتبو
تروحوا تكتبوا ليجر. هذا مكان سي ترو فاسيل. روحوا لا كاتريم كيستيون. قالك اكري ا لامبارفي بوي او فيتور. اكتب يعني في الما يعني لامبارفي اكتب اللي هو وقت في الماضي او فيتور هو المستقبل. لو ايريسون شاس لي انسكت هادو باش تبسك هنايا تكمل مع هادي لي انسكت والحشرات. عطاونا هنايا هذه الجمله نحولوها يعني في لامبارفي الفعل تاعها هو الفيرب شاسي يعني يصطاد وفيتور وفي المستقبل في الامبارفي وفي الفيتور. نروحو نعرفو يعني حنا قرينا تعرفنا مع بعض لي تيرمينيزون دو لامبارفي. عندنا لي برونون بيرسونال، عندنا جو، عندنا تو، عندنا إيل، إل، عندنا نو، عندنا vous, عندنا il avec s, elle avec s. نروحو كيما تعودنا لو فيرب شاسي. نكتبو واش من الفرق لكم لتحت. لو فيرب شاسي سي ان فيرب دو برومي جروب بيسكي خلاص ب ER برومي جروب. نروحو هنايا لي فيرب دو برومي جروب يخيط على تعرفنا لي تيرمينيزون تاعهم. جو لي تيرمينيزون تاعها اي اس، تو اي اس، il ou elle a i t, nous i o n s, vous i e z ou il avec s ou elle avec s a i e n t. هادو هما لي تيرمينيزون تاع لامبارفي. هنا واش نديرو؟ عندنا شاسي، واش قلت لكم ديرو؟ شاسي نحو ال e r، خلو برك شاس هذا وروحو كتبوه. طريقة تاعي انا كتبو تيرمينيزون نعاودوهم كاع هكا ندوش الوقت. الطريقة كنت نستعملها من هون كنت صغيرة. بصح ا كونديسيون لازم تحفظوا كاع لي تيرمينيزون باش تقدروا تجاوبوا يعني باش ما تلفلكمش. بلوتو هنايا ا اي تي ديزولي، هنا ا اي تي، هنا اي او ان اس، هنا اي او زد، هنا ا اي او ان تي. هادي كيف كيف تولي. جو شاسي، tu chassais, il ou elle chassait, nous chassions, vous chassiez, il avec s ou elle avec s chassait. نروحو دوكا واش قالوا لنا هنايا؟ قالوا لنا لو ريسون هو الكونفود. حنايا لو كي تشوفوا لو يعني سانغولي واش نعوضوا؟ شي رانا لو سما ماسكولين. اي بان هي il، il، il chassait a été. نروحو نكتبو هنايا le hérisson chassait les insectes. Elle confond y a stade le hasharad. نروحو دوكا في الفيتور. عطاونا قالنا في او فيتور يعني بعدها في المستقبل. نعطيكم لي تيرمينيزون تاع الفيتور كي نمد لكم تاع البارفي. نمد لكم تاع الفيتور عندنا كتبوا لي برونو بيرسونال تاعنا. لي تيرمينيزون تاع فيتور قلنا شاسي لو فيرب شاسي سي ان فيرب دو برومي جروب. نروحو عندنا جو، وشنو كيفاش تولي؟ جو تولي ار ا اي، تو ار ا اس، ايل و ال ار ا، نو. شوفو نعاود لكم بس كنت ما فهمتوش. ار ا اي، ار ا ا هادي مع جو و ار ا ا ا اس بلوتو سمحوا لي، ار ا اس مع تو و ار ا مع ال. هادو هما كيما هادو نسموهم برونو يعني تاع المفرد، وهادو تاع الجمع. مع نو و فو و ال عندنا ار او ان اس، مع فو ار او زاد، مع ال ار او ان تي. هادو هما لي تيرمينيزون تاع فيتور. نتوما دوكا واش عندنا؟ عندنا لو فيرب شاسي، ما تنساوش لو فيرب شاسي.
واش ديروا نتوما؟ حنايا دوكا ما راحش نحو الاو ار، دوكا راح نكتبوا الفعل كيما راه، كيما راه نكتبوا شاسي او ار على فا، نكتبوا بالانفينيتيف تاعو شاسي او ار. لازم نديرو لا ديفيرونس، تفرقوا بين الامبارفي و بريزون و فيتور و باسي اكسيتيرا. دوكا واش نديرو؟ هادو لي تيرمينيزون نعاودو نكتبوهم، تولي جو سا جو شاسوري هاكا، تو شاسورا، إيلو إل شاسورا. نزيدو هنايا أ إغ أ، نزيدو أ من توما. دوكا ما فهمتونيش مليح، دوكا نعاود نفهمكم. جو شاسوري نتوما كي تحم تعدوش تعاودو تكتبوهم دو فوا تولي جو شاسوري هكا، مي نو نتوما واش ديرو دوكا؟ تنحو الاغ، نحو هادو لي اغ كاع وتعاود تكتبو برك ا اس ا، باسكو هنا هذا الاغ راكم تشوفوه هاوليك، هذا هاو هنايا، هذا الاغ راكم تشوفوه راهو هنا هاوليك، هذا الاغ راهو هنا اغ هنايا اغ اغ، باش ما تلفلكمش تروحو تكتبو دو دو زيغ تكتبوهم هنايا نو يعطيكم زيرو. عندنا هنايا نعاودوه لكم المرة الأخيرة باش تفهموا مليح. شوف عندنا ندير لكم فرقة واحدة أخرى، عندنا بس الفيتور يعني قاعدوهم صعاب، نعاود لكم لو فيرب، قلنا لو فيرب شاسي، شاسي قلنا c'est un verbe du premier groupe. نكتبو توجور لي برونوم بيرسونيل تاعنا، عندنا جو، عندنا تو، عندنا الى il son s و ال، عندنا نو، عندنا فو، عندنا il avec s و ال avec s. دوك دو كوتي نكتبو لي تيرمينيزون تاع ال تاع تاع الفيتور. واش عندنا مع جو؟ عندنا ار ا اي، مع تو عندنا ار ا اس، مع ال و ال عندنا ار ا، مع نو عندنا ار او ان اس، مع فو عندنا ار او زد، مع ال افيك اس و ال افيك اس عندنا ار او ان تي. كيما راكم تشوفوا حاجه سهله. دوك انتم واش راح ديروا؟ تروحوا تكتبوا هذا الفعل، هذا الفعل راكم تشوفوه، تروحوا تكتبوه كيما راه شاسي، تكتبوه في الانفينيتي تاعو كيما راه. نروحوا نكتبوه حنايا، دوك انتوا واش راح ديروا؟ ما تروحوش هذو لي تيرمينيزون تعاودوا تكتبوهم لهنا، انا هذو لي تيرمينيزون ديتهم لكم باش تعرفوا لي تيرمينيزون، باش تفرقوا بين الاوقات يعني في الباسي في الفيوتشر، باش تعرفوا بيناتهم. دوك نتوما كي تشوفوا واش ديروا؟ تروحوا تنحوا لي هذو الاغ قاع، ديرهم هكا في راسكم زعما في بغويون، تروحوا تنحوا كاع هكا، وتروحوا هادو ا اي او اس او او ان اس او زد او ان تي تروحوا تكتبوهم هنايا، زيدوهم هذا الاغ. ما نقدروش نحاولوا نزيدو نكتبو اغ واحد اخرى هنايا، تولي شاسوري، تولي يعني مشدوده، باسكو عندنا يعني دو زاغ. تروحوا تكتبو ا اي اس ا S A O N S E Z O N T. واش تولي؟ جو شاسوري، تو شاسورا، إل أو إل شاسورا، نو شاسورون، فو شاسوري، إل أفيك إس أو إل أفيك إس شاسورون. هذا ما كان. دوك حنا واش طلبوا منا؟ طلبوا قالوا لنا لو إر إس أون، قالوا لنا القنفذ كما قلت لكم يصطاد. هنا واش راح نكتبوا؟ لو توجور، ما رانا مازلنا مع ال، نعوضوه بخون بيرسونال ال، يولي حنا عندنا ال هنايا شاسورا ا ار ا على فان. اي با نروحو نكتبو لو ايريسو شاسورا لي انسكت. هذا ما كان. روحو لا سينكيام، قالوا لنا مي او بلوريال يعني ضاع في الجمع. لو ايريسو ني با ان وازو، هذا الايريسو القنفذ ماشي عصفور ماشي طائر. نروحو حنايا، قال لنا لو ايريسو ني با ان وازو، لو ايريسو عندنا لو حنايا، هنايا واش تولي؟ لو
معكم تشوفوا له لو دايما كي زعما نحاولوا تكون المفرد يعني الجمع توجو تولي لي يبان كسبو لي زيريسون واش نزيدو دوكا موديفيو نزيدو الاس بلوريال عندنا هنا ني با اي هو الي زعما هنا لو اريسون هو ايل الي زعما اني هادي اي يعني مع ايل وي افيك اس كيفاش تولي خلو بلاصه هنايا وكتبوا سون باسكو ايل سون ايل افيك اس ولا ايل افيك اس سون في بريزون انديكاتيف مع تولي il ne sont pas des هنا ان تولي دي وازو واش تعرفنا بلي كيكون ا ا ا يو تولي ا ا يو اكس نزيدو الاكس تولي لي زيريسون نو سون با دي وازو ولا دي زوازو دي زوازو اكس هنايا كيما راكم تشوفوا دوكا نروحو للبرودكسيون ايكريت نروح نقراها مع بعض قالوا لنا برودكسيون ايكريت بور انريشير لو بيست tiers des A I T R E de ton école sur les animaux. Écris un petit texte de 4 à 5 phrases où tu présenteras le chat. Utilise le présent de l'indicatif. Utilise le troisième personne du singulier ou les ou il. Aide-toi de tes informations. Je vois. Pour enrichir, يعني بلي إثرا le bestiaire إثرا أفضل يعني إثرا أفضل للمدرسة تاعك يعني الحيوانات écris un petit texte اكتب نص صغير يعني يحتوي على أربع أو خمس جمل و tu présenteras معناتها تعرف على القط utilise le présent de l'intégratif استعمل هو الوقت الحاضر استعمل ثان الضمير الثالث للمفرد يعني هو ايل كما نعرفوا اتوا دو تي انفورماسيون احنا نعرفوا كاع لو شو واش ياكل هو يامو وياكل هو كارنيفور ياكل يعني لا فيوند ياكل لحم هو كلي ماميفير دوميستيك وكما قلت لكم يامو ويحب الحليب دوك حنايا نديرو برودكسيون اكريت تاعنا لو شو نروح عندنا le chat نعرفو كاع هو القط اول حاجه نعرفو واش هو لو شا يعني واش من الفصيله و سي تان ماميفير دوميستيك يعني ماميفير من ثدييات و دوميستيك اليف من الحيوانات الاليفه نروحو نكتبو لو شا هما قالكم هاد المره صعبوها لكم شويه ما عطاولكمش بواطا اوتي ولا كارت دونتيتي عطاولكم لي زانفورماسيون تعرفوهم راسكم بس تقدر دي فوا تكون عندكم معلمه دير لكم عفايس صعاب نتوما يلزم تكون عندكم من قبل تكونوا يعني عرفتوا كلمات اللي تستعملوهم في الوضعيات الادماجيه وتكونوا قريتوا يعني هكا باش يكون عندكم رصيد لو شا اي تان ماميفير كما قلنا ما ميفير قلنا دوميستيك الف ن او دوميستيك ك ك او او دنا دوكا خلينا نديرو يعني سي بون ديرو بوين بين لا بروميير فراز دوكا نديرو ايلي نوصفو ايلي كارنيفور ما دوكا نقولو شحال يوزن نعرفوه في شحال يوزن في الوزن تاعو il pèse معناتها يوزن جينيرالمون is it pèse جينيرالمون entre واش يوزن قط يوزن على 4 و 7 كيلوغرام il pèse يعني entre 4 و 4 7 كيلوغرام سا فيميل دوكا نعرفو على الانثى تاعو سا فيميل اي واش شكون هي هي لا شات قطة لا شات اي سون بوتي يعني الولد ولا الولد تاع القط
هو صغير القط هو لو شاطون لو شاطون. هو وشنو هو دوك الكري تاع القط؟ يعني وش الصوت تاع القط؟ هو لو شاطون il miaule يعني يموق. نكتبو دوكا il ميول نقولو il ام لالي يحب الحليب. هذا ما كان برودكسيون سهله وبسيطه. نروح نقراوها مع بعض. Le chat est un mammifère domestique. Il est carnivore et il pèse généralement entre 4 et 5 plutôt et 16 kg. Sa femelle est la chatte et son petit le chaton. Et le chat. Et le chaton. Il miaule et il aime le lait. هذا ما كان عاود نقراوها. Le chat est un mammifère domestique. Il est carnivore et il pèse généralement entre 4 et 7 kg. Sa femelle est la chatte et son petit est le chaton. Il miaule et il aime le lait. صلاة تكونوا أعزائي التلاميذ السنة الخامسة ابتدائي استفدتوا معايا وتبعتوني خطوة بخطوة. وإلا عجبكم الدرس ديروا لي لايك ودعموني. ونتلاقاو ان شاء الله في درس واحد اخر ولا في موضوع واحد اخر. مع السلامه.